اصلا انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا. الاهلي سيد القاره واتقال واحد فيها بطوله يمين بطوله شمال، كله على السكه وشغال بالضربه القاضيه هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبه احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله على السكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. واخد 9 افريقيا ودوري يا ما تعدش، ده 7 سوبر القارة وكاس بيزيد وما يقلش. ما تتخضش ده العادي، نجيب بطولات وما نملش، تسد الشمس من عينها وعين الاهلي ما تسدش. بروح رجاله منصوره ما تخذلناش ولا مره، يا تلتة شمال يا مقصوره هتفكوا يهز 100 قارة. وطول عمره أهلي وطول عمره سبقك، مسرت وسفنت بتوقف مراكبك، بيمرض ويرجع ويتعب ساعات لكنه في دولابه سنين انجازات. وطول عمره بادئ وطول عمره ثابت، ده نادي المبادئ بصالح وثابت، ده اسمك يا اهلي بيرعب في قاره، بتلعب وتكسب في أرضك وبره. نادينا يا أهلي يا نادي المجرة، نادينا نلبي في ساعتها نداك. نادي المجرة يا جابر، يا مشرفنا كل المحافل، شغل عالي يا حضراتكم. ليه ايمن المطربه الجميله، صباح الفل عليكي، منورانا وحابين ان انت موجوده معانا في احتفاليتنا يعني النهارده. انا انت مش عارف انا مبسوطه ازاي يا كريم والله، وان انا موجوده معاكم منورانا، وان انا دايما بتفتكروني في البطولات العظيمه دي. طبعا صوت البطولات، هنسميكي صوت البطولات. اخبارك ايه، كله تمام؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ منورانا تاني مره، اكيد مبسوطين. ده مش سؤال، في حاجات كده ما بتتسالش، اكيد مبسوطين طبعا. يعني اعتقد الناس كلها في كل انحاء العالم اللي بتنتمي للنادي الاهلي مبسوطة وعندها فخر، مش بس مبسوطة طبعا. احنا يعني يمكن الفترة اللي فاتت كان عندنا نوع من الحزن شوية او الكآبة او الطاقة السلبية عشان الاوضاع اللي العالم بيمر بيها، بس بجد كان الاهلي هو الحاجة اللي بتسعدنا، يمكن ده الحاجة كده اللي ما فيهاش كلام، خلاص واثقين ان احنا هندخل وهنفوز وهنحتفل كلنا مع بعض، فاكيد مبسوطين. ودي تاني مرة انت معانا، ووشك برضو حلو وبتيجي معانا، يعني حلو ان الواحد يغني، بس ان احنا نغني واحنا كمان فايزين دي حاجه عظيمه جدا، حاجه عظيمه جدا. وانت محضره كله النهارده اغاني النادي الاهلي. انا عايزه اقول بس ميرسي للشاعر الاهلاوي العظيم معتز المرغني، قعدنا امبارح انا وهو نقول هنقول ايه بكره بمناسبه. انتوا جبتوا من الاخر يا اهلي يا نادي المجره. أيوة. خلاص مش عايزين نكمل بقيه يعني، طلعت تحصيل حاصل. لا كلمات جميله جدا، والحقيقه يعني ما فيهاش لا يعني لا مبالغه ولا مجامله، انت من خلال كلمات الاغنيه دي انتوا كده باختصار شديد مشوار طويل جدا للنادي الاهلي مع الانتصار وفرحه الجماهير، فحاجه جميله. الكلام دايما بيطلع من القلب يعني، عشان كده بيوصل اسرع. طبعا. الحمد لله. طبعا. خلينا بقى نعرف الاول برضو نفكر الناس، لان يعني امنيه هي بنت النادي الاهلي وانت في كورال النادي الاهلي ومن وانت صغيره يعني. بصي هو خلينا نفكر يعني الناس. انا هقول لك حكايتي اختصارا كده سريع. انا دكتوره جلديه اصلا، بغني وبمثل،
الفكره كلها ان انا قررت اغني للنادي الاهلي من زمان جدا، لان انا وارثه حب النادي عن ابويا الله يرحمه. فيمكن عشان كده ارتبط اسمي شويه بان انا بغني للنادي الاهلي، بكتب كلام واغاني للاهلي كل فتره. فيمكن هي دي الحته اللي اتعرفت شويه عني. طب حتى بقى يعني الاحتراف هدف وتارجت بالنسبه لك، يعني مفكره في المجال ده ازاي، وخصوصا ان في منافسه شديده جدا، وكل يوم والتاني بقينا بنسمع اصوات جديده بتتقدم للناس. صح. وطبعا الانترنت واليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت مهمه ناس كتير كانت اصواتها مجهوله، ناس ما يعرفوش عنها حاجه. اللي عايز اقوله ان بقى في منافسه شديده جدا، دي حقيقه. يعني اللي بيفرق حد عن حد دلوقتي ما بقاش للاسف بس الصوت الحلو، لازم يبقى عندك فكرة بتقدمها جديدة، لازم يبقى شكل الفكرة ازاي بتعرضها بشكل جديد، ده اللي بيوصل اسرع على السوشيال ميديا. طب النقط دي انت مفكرة فيها مخططاها لنفسك الفترة الجاية؟ طول الوقت بفكر، طول الوقت بحاول اوجد افكار جديدة انفذها، بحاول اشتغل على نفسي كتير، اخد ورش كتير، سواء في التمثيل، سواء في المسرح، سواء في الغنى. ميكس غريب قوي، دكتورة جلدية وتمثيل وغنى صح واهلي. مش عارفه انا طلعت لقيت نفسي كده بقى. في حاجه فيهم طاغيه جواكي اكتر من التانية؟ يعني حابه الغنى اكتر من التمثيل؟ انا بشوف التمثيل يمكن واخدني اكتر كشغف. لانه المسرح من زمان، من ايام الجامعه كنت بغني وبمثل وبرقص وبقول كل الحاجات. طب في المسرح ابو الفنون بالظبط، فيمكن ده بالنسبه لي شغفي رايح له اكتر. خلينا نسمع، يعني خلينا النهارده مش جايين نتكلم على قد ما جايين نحتفل مع جمهور الاهلي، فخلينا نسمع منك انت مجهزه ايه. غنيلكوا حاجه عايزاني اغني معاك؟ انا موجوده برضه مفيش مشكله. ماشي. انت عارف ان انا صوتي حلو. يلا بينا. احتفاليه يا عادل. أيوة. احتفاليه جداً. يعني اتفضل. معتز بقى قال لنا ايه؟ خساره ايه ده مش وارد، يا افريقيا انا الاهلي انا المارد، دول بطولات عشان ابطال وجيل ورا جيل بنفس اللون، عماد متعب يقول يا شريف تلف ازاي وشوط في الجون، درع بنشيل كؤوس بنشيل في الف دليل ده نادي الكون، تقول 60 تقول 80 ده شعب الاهلي 100 مليون، خساره ايه ده مش وارد، يا افريقيا انا الاهلي انا المارد. كلمات يا سلام عليك، يا سلام عليك. قال لك خساره مين؟ خساره مين اللي بتتكلموا عليه؟ ايوه عشان بس جميل. الناس اللي مين اكتر حد بقى بيدعمك مثلا غنائيا؟ غنائيا والله اسرتي اكيد، يعني في المقام الاول والدي الله يرحمه كان اكتر حد طبعا، ودلوقتي والدتي، صحابي، الباند، انا عندي باند خاص بلعب حفله كل فتره. طب اتفضل بقى. والله انا نفسي اجيبه لكم في مره ونلعب كده حفله صغيره كده. تعالي نعمل ده قريب، تعالي نعمل ده. نجهز بس الاستوديو مع المخرج ونعملها بجد، نعمل كده بس. فيمكن دول اكتر ناس القريبين مني، يعني الباند طول الوقت احنا بنتقابل بنشوف ايه الجديد، بننفذ مزيكا جديده، يا مسهل يبقى في حاجات جديده ان شاء الله. طيب احنا لسه كلامنا ما خلصش معاكي يا امنيه، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. طب احنا رجعنا مره ثانيه، وفي الفاصل كانت امنيه وكريم بيقنعوني اغني وانا صوتي رائع الصراحه، بس يعني احنا هنبقى كورال. انا وكريم اسمعي بس، انا وكريم كورال. بلاش كريم في الجمله، مش من مصلحه المشاهدين. انا نفسي اعمل حاجه والله العظيم، ده انا بحافظ على ودانكم ودان الناس. بعدين دي ليلة مفترجة قوي والله. يبقى بالظبط، يبقى كل الناس لازم تغني. بصوا مع بعض تعملوا جوتو لذيذ. احنا كورال وراها، يعني باك جراوند مش هنبان قوي. انت شايفه كده؟ خلاص غني انت حاجة واحدة. لو عايزة تغني حاجة يعني بره الأهلي ونرجع تاني للأهلي. اوكي نغني حاجة سلطانة شوية. ماشي ماشي يا ريت. طب والله كورال احنا اهو جاهزين بند. وتبقى دي نهاية الأغنية. اتفضل. نهايتنا احنا. أنا قلبي دليلي قال لي هتحبي، تيرا لا لا لا. قلبي دليلي قال لي هتحبي، دايما يحكي لي وبصدق. قلبي أنا قلبي قلبي دليلي، حبوبي معايا من قبل ما اشوفه. قلبي
ده مراية مرسوم مرسوم فيها طيف. استني بقى. شايفاه في خيالي تيرمت سمعاه فرصتنا جت. الحب ده غنوة. اتفضلي. كلها حان أنغمها الحلوة ترم أحلى عظمة عظمة. بس انت بتحبي الاغاني القديمه، شكلك بتتجلي كده وبتلاقي نفسك فيها. حسينا ده من اللقاء الاولاني معاكي. بالظبط، اتعلمت منها كتير ودايما لازم احطها في اي حفله ميدلي كده، يبقى جامع ما بين حاجات قديمه شويه. سيتي ستايلك اصلا كلاسيك، يعني انا حاسه ان بحاول بيبان على بني ادم. بصي هتلاقيني في كل الحاجات، انا برضو كنت بروح استاد وبتشقلب يعني من زمان. لا بس خلي بالك الاغاني الطربيه القديمه بتاعه زمان دي مش اي حد حتى يعرف يقولها، ومش اي حد ممكن نتقبلها منه، ان خلي بالك عايزه برضو صوت وعايزه احساس وحدوته كبيره، مش اللي هو الحاجات الجديده. هي اللي بنتعلم منها يعني طبعا. الاساس الغنى، فاتمنى كل الناس تعمل كده، يعني تذاكر الاول الصح وبعدين بقى تنوع زي ما هي عايزه. هل ده مؤخرك شويه مثلا فكره ان انت مهتمه باغاني كلاسيكيه، وقد تكون الاهواء الى حد ما اتغيرت في الفتره الاخيره؟ في فتره هل ده معطلك؟ المفروض ان ده شيء يميزك على فكره، بس هل هو معطلك؟ بس للاسف دلوقتي فعلا ناس كتير قوي بتميل ان هي تسمع الحاجه شويه تيك اواي يعني او سريعه شويه. فانا بحاول انوع ما بين الاثنين، بس لو هتقولي سمعيني حاجة عشان اكتشف صوتك ولا اسمع صوتك، لا هختار حاجة اكيد قديمة بتبين امكانيات اكتر. لكن دلوقتي لازم نعرف ازاي ان احنا ننوع او نحط البصمة الجديدة شوية في الاغاني، يعني عشان تبقى اسهل في السمع على الناس. الميكس بين القديم والجديد لو قدرت انك تقدميه على فكرة ده هيبقى جديد، لان مش دارج قوي. بالظبط، عشان كده يبقى ليه جمهور كمان. عشان كده في الباند بحاول ان احنا نلعب جاز ولاتن على الاغاني القديمه الطربيه. الله حلو. فشويه الميكس ده الناس بتتقبله اسرع واكتر من الاغاني بستايل القديم. طب انت في اي عمل بقى سينمائي دراما قريب؟ اتمنى. يعني انت بس بتحبي التمثيل بس مسرح؟ لا يعني ان شاء الله هسعى الفتره الجايه ان انا. خديني معاكي انا وكريم بقى. يلا بينا نعمل. احنا بنخلص الساعه 12 دي ممكن نشارك فيها فعلا بقى. ماشي والله يلا بينا جدا، يعني ان شاء الله يبقى في حاجات كويسه. فكره الاغاني السنجل يعني في الكام سنه الاخيره، يعني بقى نادرا لما بنلاقي حد حتى من المطربين المعروفين اللي ليهم تاريخ بينزل البوم كامل، بقى كتير جدا يكتفوا بحته الاغاني السنجل. اسرع في ان هي توصل، ممكن يكونوا بيركزوا اكتر على ان يبقى في فكره تعمل بومنج، فهي بتبقى سنجل. الناس بتفضل الحاجه زي ما قلت لك اللي تتسمع اسرع، فيمكن مجهودهم كله لما يروح في غنوه واحده يطلع بشكل افضل. لا متهيألي دي وجهه نظر يعني. وانت متبنيه الفكر ده ولا مش بالضروره؟ انا لحد دلوقتي بعمل كده، كل فتره لازم سنجل كده في ايفنت او في حفله او يعني تبقى ليها حكايه يعني. جميل. قدام ان شاء الله يمكن يبقى في ميني البوم قريب. على كل حال انت يعني جمهورك عريض زي ما انت قلتي 100 مليون واكتر دلوقتي، انت موجوده كمان في قناه الاليو دي، يعني طبعا انت منورانا، بس دي برضو زي ما بيتقال كده يعني بوابه لمشاهده عريضه جدا وجمهور بالملايين. فبالتوفيق ان شاء الله ليكي في اللي جاي. امنيه هنختم باغنيه بقى. يا ريت يا ريت قبل ما نطلع فاصل انت تطلعينا بقى من اغنيتك الحلوه دي على الفاصل. اوكي طيب اختم بقى بغنوتي الاساسيه للاهلي. يا اهلي يا عالذكريات، ده في عشقك يا ما قلنا وغنينا حاجات. ويا اهلي يا عالذكريات،
يا كيان في القلب حبه هيفضل للممات، يا نادي الوطنية مهما كان اللي كان، نسرك بعيون قوية عالي طول الزمان. يا نادي الوطنية مهما كان اللي كان، نسرك بعيون قوية عالي طول الزمان. يا أهلي يا عالذكريات، أنا أبويا زمان علمني إنك سر الحياة. ويا أهلي وقام اللي فات، ضحكة ودمع وفرحة من التالتة الذكريات. فاصل يا حضرات ثم عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي. اتفضل.